المناهل تشاهدون التوأم وقد؟ حان موعدكم الآن مع حلقة جديدة من برنامج سلوى والفنون. سلوى تتحدث إليكم، أهلا ومرحبا بكم. ضيفتا اليوم هما الأختان التوأمان سمر وسحر. جدير بالذكر أنهما ألفتا كتابين ممتازين، وهما بالتأكيد ستتحدثان عنهما بعد لحظات. الكتاب الأول بعنوان المفرد، وهو ما دل على واحد فقط. أما الثاني فهو بعنوان المثنى، وهو ما دل على اثنين من شيء ما. في الحقيقة لا شك أنه يستحق هذا الاسم المثنى، لأنه كتابان في كتاب واحد. سمر وسحر عاشتا حياة ممتعة، وهذا ما ستتحدثان عنه بعد لحظات. هذا صحيح، ولقد سمعت عنهما قصة مثيرة، فقد تعطلت الآلة الكاتبة بينما كانتا تطبعان أحد الكتب، وبدلا من الاستسلام ابتسمت الأختان التوأمان وقامتا بإصلاح الآلة الكاتبة. نعم، وهذا يذكرني بقصة أخرى عنهما، فقد سمعت أنهما ما تشاجرتا أبدا، إنهما أختان متوافقتان، وهذا ما ستتحدثان عنه بعد لحظات قليلة جدا جدا جدا. في الواقع أنا لقد انتهى وقت البرنامج. حسنا سمر وسحر، لقد كنتما ضيفتين رائعتين، تحدثتما عن أشياء عظيمة، وأنا سعيدة باستضافتكما في برنامجي. وإلى أن نلتقي قريبا في حلقة أخرى من برنامج سلوى والفنون، تحية لكم وإلى اللقاء. ريشة صغيرة، ريشتان صغيرتان. لقد كانت ليلة ممتازة في الحظيرة القديمة. Thank you.
الترا ترا را را را. البؤبؤ. حفر. أهلا ومرحبا بكم في برنامج اجمع واربح، البرنامج الذي يتطلب ذكاء ومهارة. معنا الآن متسابقان، والمطلوب منهما أن يذكرا لنا المفردة والجمعة من الكلمات. مثلا مصباح، مصابيح. المتسابق الأول مشهور فليتفضل. الآن يا مشهور اذهب إلى منزلة المفرد. المتسابق الثاني مختار فليتفضل. الآن يا مختار اذهب إلى منزلة الجمع. مشهور في منزلة المفرد ومختار في منزلة الجمع. والآن نبدأ المسابقة. السؤال الأول لمشهور. اذكر اسم الشيء الذي يستعمل في وزن الأشياء. ميزان. صحيح، ميزان، رائع. والآن السؤال إلى مختار. لقد كسب مشهور نقطة يمكنك أن تكسبها منه إذا عرفت جمع كلمة ميزان. موازين. صحيح، موازين. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني. مشهور، اذكر اسم الشيء الذي يستعمل في فتح الأقفال والأبواب. مفتاح. صحيح، مفتاح. والآن يا مختار، لكي تكسب نقطة مشهور عليك أن تعرف جمع كلمة مفتاح. مفاتيح. صحيح، مفاتيح، رائع. أسئلته أسهل من أسئلتي. اطلبي منه تهجئة الكلمة التي يقولها على الأقل، لأن شكل الكلمة يتغير عند الجمع. كفى يا مشهور، ولنتابع المسابقة. والآن ننتقل إلى الكلمة التالية. مشهور، اذكر اسم الشيء الذي يدق في الباب أو في الخشب بالمطرقة. مسمار. صحيح، مسمار. والآن يا مختار. مسامير. صحيح، مسامير، رائع. ما هذا بعدل؟ هو مشاهير. مختار انتظر. مخاتير. انتظر. موازين. مصابيح. مفاتيح. مسامير. يا له من واد هادئ بديع. سأبني لي منزلا يكون هو المنزل الوحيد هنا. منزل. منازل. ما هذا؟ أريده منزلا مختلفا عن المنازل الأخرى، سأضيف إليه مدخنة. مدخنة. مداخن. إن منزلي يبدو كسائر المنازل، سأنشئ من حوله حديقة. حديقة. حدائق. ما هذا؟
يجب أن أجد لي مكانا آخر. إلى أين أنت ظاهر؟ انتظر هنا. انتظرنا. على مهلك. إلى أين أنت ظاهر؟ انتظرنا. على مهلك. لم أكن أعرف أنني معروف إلى هذا الحد. عم، ماذا تفعل يا عم؟ انظروا في هذا المنظار الجديد. في ماذا؟ المنظار، انه يقرب الاشياء البعيدة ويكبر الاشياء القريبة. أتريد ان تنظر؟ نعم تفضل. هكذا يا زيد، هكذا. هكذا إذن يا عم. يا ماذا ترى؟ لا شيء. يا ماذا ترى يا زيد؟ ماذا ترى؟ إنني أرى الحيطان. الحيطان؟ يا إنني أرى ما بعد منازل الجيران. الجيران؟ إنني أرى أرى الغدران. الغدران؟ إنني أرى الوديان. الوديان؟ زيد، وماذا ترى في هذا الاتجاه؟ هذا الاتجاه. إنني أرى. ماذا؟ أرى الثيران. الثيران؟ وماذا أيضا؟ إنني أرى. أرى الغربان. الغربان؟ زيد، ماذا ترى في هذا الاتجاه؟ هذا الاتجاه. ها؟ ماذا؟ أرى. ماذا ترى؟ أرى. أجل، ماذا ترى؟ أرى أمامي عينان كبيرتان. أمامي عينان كبيرتان. ماذا؟ فظيع، رأيت عينين كبيرتين. إنهما عيناي. عيناك؟ أجل، ألا ترى؟ نعم هذا صحيح، إنهما عيناك. المشاهدين،
المكتشف العبقري أحييكم وأنقل إليكم أحدث اكتشافاته. ما هي هذه الحروف التي وجدتها أيها المكتشف العبقري؟ حروف العطف، حروف تربط الكلمات أو الجمل بعضها ببعض. لا أفهم ما تعني. أنا سأفهمك. حروف العطف كثيرة جدا، منها هذان الحرفان فاء ثم. انظري، أبرقت، أرعدت. هل أربط جملة أبرقت بجملة أرعدت؟ نعم. انظري، المسألة بسيطة، مجرد حرف عجيب، حرف الفاء. انظري. ذلك كله. فكرت وفكرت، فخطرت لي فكرة ربط الكلمات أو الجمل بعضها ببعض، فقلت لنفسي لما لا أربطها بحروف أسميها حروف العطف، ونفذت ما فكرت فيه. يا لهما من حرفين، فاء ثم. أعزائي المشاهدين، حروف العطف حروف تربط الكلمات أو بعضها ببعض. يا له من اكتشاف، وإلى أن نلتقي مع اكتشاف جديد، لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء. احذري، احذري من البرق والرعد والمطر. وأنا لكن نون ساكن لم يحضر
هذا أو ذلك، هيا اختر لا يعتكر الجو. ما هذا؟ جملة. أنتم تعلمون أنني أحب قراءة الجمل. لنرى الآن ما هي الجملة. در إلى اليمين، ثم در إلى اليمين. إضافة إلى حبي للقراءة، أحب متابعة الاتجاهات. جربوا معي. در إلى اليمين، ثم در إلى اليمين. إن هذا ممتع حقا. ما هذا؟ جملة أخرى تأتي. أغلق عينا واغمض الأخرى. حسنا، لنجرب ذلك. أغلق عينا واغمض الأخرى. لقد فعلتها. هل أستطيع فتح عيناي؟ أعتقد أنني أستطيع ذلك. ما هذا؟ هذا مدهش. جملة أخرى. در إلى اليسار 5 خطوات ثم اخرج من الباب. حسنا، هذا يبدو معقدا لكنني سأجرب. در إلى اليسار 5 خطوات ثم اخرج من الباب. حسنا. هاي أنتم، دعوني أدخل. ما الذي يحدث؟ دعوني أدخل. هل تعرفون ماذا تعلمت عن إشارات المرور؟ كتاب قصير جدا. الوالد الحكيم. يحكى أن رجلا أراد أن ينصح أولاده فاستدعاهم إليه. فأعطى كل منهم عصا وطلب منه أن يكسرها فكسرها. ثم أعطى أحدهم حزمة من العصي وطلب منه أن يكسرها فلم يستطع.
ثم دفعها لولدين منهما وطلب منهما كسرها فلم يستطيعا. ثم أعطاها لثلاثة من أولاده وطلب منهم كسرها فلم يستطيعوا. فقال الأب: يا أبنائي كونوا كهذه العصي، فإن في الاتحاد قوة. النهاية. هذه لغتي فوق الشمال.